مقاديرنا هتكون عباره عن 3 صدور فراخ متقطعين مكعبات صغيره، طبعا بعد ما ننضفهم ونغسلهم تماما ونصفيهم كويس وننشفهم، بعدين نبدا نقطعهم مكعبات صغيره. هنحتاج كوبايه فلفل الوان، كوبايه مشروم فريش متقطع شرايح، ولو ما فيش فريش نقدر نستخدم المعلب، بس الفتره دي المشروم متوفر. عندي نص كوبايه من الزيتون الاسود متقطع شرايح، معلقه صغيره من البابريكا، و7 بهارات وملح وفلفل اسود، دي مقادير الحشوه. تمام. وطبعا الاساسي معانا اللي هي باكت المكرونه، ونقدر نستخدم في الوصفه يا مكرونه فيتوتشيني يا اما مكرونه اسباجيتي، وانا النهارده استخدمت الاسباجيتي. البشاميل بتاعنا او الصوص الابيض بتاعنا اللي هنقدمه النهارده او هنحطه مع النجريسكو هيبقى عباره عن 6 معالق كبار من الدقيق، 5 معالق كبار من الزبدة، 1.5 لتر لبن بدرجة حرارة المطبخ، كوباية كريمة طهي، مكعب مرقة، هنحتاج كمان 2 معلقة من الجبنة الكريمي، وملح وفلفل اسود. تمام. دي مقادير الصوص. اما الوش بقى هنحتاج له 2 كوباية جبنة موتزاريلا و2 كوباية جبنة تشيدر. دي مقاديرنا، ويلا بينا علشان نشتغل. في البداية هحط طاسة على النار علشان اعمل الحشوه، واحط حله كمان على النار علشان نعمل الصوص. يلا هنشتغل بقى كده على الناحيتين عشان نخلص بسرعه الوصفه بتاعتنا. في البدايه هجيب الفراخ المتقطعه، هستنى بقى الطاسه تسخن كويس، وزي ما قلنا الفراخ او صدور الفراخ يفضل ان انا اغسلها وهي سليمه، اغسلها كويس جدا، وبعدين بعد كده هصفيها من اي ميه زياده فيها، وبعدين نقطعها مكعبات صغيره، ده افضل من اننا نقطعها وبعدين نغسلها. هاخد شويه من الزيت حوالي 3 معالق واسيبهم بقى على النار علشان يسخنوا تماما. وعلى ما يسخنوا تعالوا بينا نحط الزبده والدقيق علشان نعمل البشاميل. هنحط الزبدة في الحلة على النار، يفضل احط الزبدة قبل ما الحلة تسخن قوي علشان مش عايزة الزبدة تتحرق معانا وتاخد لون مش حلو، فبالتالي هتغير لي من لون البشاميل. وادي الدقيق بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلب. بسم الله. هنقلب الدقيق على النار لغاية ما الدقيق يفتح كده ولونه يبقى أبيض. مش هستنى ان الدقيق يتحمر وياخد لون غامق، عايزين صوص البشاميل يطلع أبيض كده وفاتح وحلو، فهنقلب لغاية ما الدقيق لونه يفتح، وده دليل على التسوية بتاعته الكاملة. احنا حطينا الزبدة مع الدقيق والدقيق ابتدى لونه يفتح بالشكل ده، ده دليل على التسوية. وعندي 1.5 لتر يعني 6 كوبايات كبار من اللبن. هعمل ايه دلوقتي؟ هبدأ انزل باللبن على 3 مرات، تلت وتلت وتلت. يلا بسم الله. اهم حاجة التقليب المستمر. اللبن لا يكون بارد في التلاجة ولا يكون سخن. تمام. بارد من التلاجة بيغيب على بال ما يبتدي يغلي تاني، ولو سخن بينزل يكلكع على طول ويكتل الدقيق. تمام. بالشكل ده حطيت كده تلت، وانا بقلب الدقيق كده تعالوا نحط مكعب المرقة علشان يدوب معانا، ونحط كمان الملح والفلفل. ايه دي فلفل، ولو عندك فلفل ابيض يبقى حلو قوي عشان ما يغير لكيش شكل الصوص برضو. وايدي الملح ونقلب. بصوا القوام بدأ ياخد قوام تقيل، اول ما احسه بدأ يتقل معايا كده على طول احط التلت التاني من اللبن. بسم الله. والبشاميل اللي بيتعمل وايدينا لازم فيه على طول، هنا الزيت خلاص اللي احنا حاطينه سخن كويس جدا. هبدأ انزل بقطع الفراخ. بسم الله. ونوزعها في الصينية ونسيبها علشان تتشوح كويس. لازم صوص البشاميل ما نسيبهوش ايدينا فيه علشان ما يكلكعش، عايزين الصوص في الاخر يكون كريمي ما فيهوش اي تكتلات خالص. تمام. بالشكل ده
القوام بصوا بدأ يتقل خالص اهو، هبدأ احط برضو اللبن. زي الفل. تمام كده، انا هوقف عند الكم ده واشوف لما الصوص بتاعي يغلي حاسه قوامه هو ده المعقول اللي احنا عايزينه ولا عايزين نخففه اكتر، يبقى اللبن في ايدينا واحنا اللي متحكمين في قوام الصوص. تمام، ادي الفراخ بتاعتنا بتستوي وبتتشوح كده في معلقتين الزيت اللي احنا حطيناهم وسيبناهم يسخنوا كويس قوي، ما قلبناش كتير علشان الفراخ ما تجيبش الميه بتاعتها. وهنا بقى هبدا احط البهارات، عايزين البهارات تتحمص وتطلع ريحتها، عندنا البهارات والبابريكا وفلفل اسود. دي كده البهارات السبعه، هبتدي اوزعها. بابريكا وكمان فلفل اسود. بس كده، ومن وقت للتاني هندي تقليبه. ملاحظين ان الفراخ ما نزلتش اي سوائل في الطاسه، ده علشان احنا سخنا الطاسه كويس قوي، استنينا على الزيت لما سخن كويس جدا جدا قبل ما نضيف الفراخ. كمان لما حطينا الفراخ وزعناها في الطاسه علشان كلها تلامس السخونيه بتاعه الطاسه، وبعد كده سيبناها ما قلبناهاش على طول، سيبناها اخدت لون من تحت وابتدينا بعد كده ان احنا نقلبها. صوص البشاميل معانا بقى حلو قوي قوي. هنا بقى هبدا اضيف، عندي كريمه وعندي كمان جبنه كريمي، ودول بقى اللي بيفرقوا جدا في طعم البشاميل وبيخليه طعمه غني ولذيذ جدا جدا. ادي كوبايه الكريمه، وادي كمان الجبنه الكريمي معلقتين، او جبنه المثلثات او الجبنه المربعات على حسب المتوفر عندك. اهم حاجه يكون بطعم القشطه، ما يكونش فيها اطعمه غريبه كده. وهنقلب. احنا حطينا الملح، حطينا الفلفل، ودي بس هي بهارات البشاميل. الله ريحته طالعه هايله جدا. كده جاهز معانا صوص البشاميل. والناحيه دي الفراخ بتاعتنا برضو بدات تكون جاهزه، متقطعه مكعبات صغيره، وبالتالي هتستوي معانا بسرعه وبكل سهوله. البهارات كمان لما اتحمصت مع الفراخ ريحتها طالعه في منتهى الجمال. معانا هنا ايه؟ معانا المشروم والفلفل والزيتون. هحط المشروم الاول مع الفراخ يدبل معاها، وندي تقليبه. هستنى بس دقيقتين المشروم يدبل، وبعدين هضيف الفلفل والزيتون واقلب تقليبه واشيل الحشوه بتاعتي من على النار، وهتكون كده جاهزه معانا. ودي خلاص الصوص جاهز معانا، وهرفعه من على النار برده. كنا عايزين نقفل الطاجن، يلا دقيقتين بالظبط خلاص، يلا بينا. ادي الصوص جاهز. المكرونة بتاعتنا نسيت اقول لكم ان هي لازم تكون تلتين سوا، تلتين سوا علشان تشرب من الصوص، تشرب من طعم الحشوة معانا. تمام، وزي ما قلنا ينفع مكرونة فيتوتشيني، تنفع سباكيتي، زي ما تحبوا زي ما متوفر عندكم. ادي المكرونة خلاص، وادي الحشوة بتاعتنا، هنحط عليها بقى الفلفل الزيتون. تمام، وتقليبة واحدة وانتهينا خلاص، عشان يفضل الفلفل محتفظ بلونه كمان بقرمشته، ولسه الطاجن بتاعنا هيدخل الفرن. خلصنا خلاص، فاضل بس الملح، وهنراعي بقى ان احنا حاطين زيتون اسود فهنقلل كمية الملح شوية. احنا حاطين كل البهارات، كان فاضل لنا بس الملح. لاحظتوا ان انا ما حطيتش الملح في البداية، لان الملح من الحاجات اللي بيخلي الفراخ تجيب ميتها. كده احنا جاهزين، يلا بينا نرفع الحشوة من على النار وحطها مباشرة على المكرونة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ونقلب، وحط كمان شوية من الصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. ده هيبقى عامل الربط اللي هيربط المكونات مع بعض. ونقلب. حلو جدا.
بالشكل ده. هنقلب كل المكونات مع بعض، وهجيب البايركس اللي احنا هندخله الفرن، نحط فيه جزء من الكريمة او الصوص بتاعنا، كده نوزعهم في الأرضية. عندنا الجبن بتاعتنا، هاخد نصهم احطهم مع المكرونة علشان برضو تبقى من جوه كده لما تطلع من الفرن تبقى بتمط كويس، والباقي هنخليه للوش. النجرسكو بعد ما قلبنا فيه الحشوة، وشايفين اللون كمان بتاع المكرونة اختلف تماما من لون الحشو. وبعد كده كل الصوص اللي فاضل عندنا هنضيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. نوزعه على الوش طبعا، كل مكان اكتر كان هيبقى احسن. تمام، وهنوزع الجبن بتاعتنا اللي هي شيدر وموتزاريلا، بيدوا طعم حلو جدا جدا. وكده طاجن النجرسكو خلص، هندخله فرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني لغاية ما الجبنة تسيح وكمان يستوي وكله ياخد من طعم بعضه ويطلع لنا لونه ذهبي وجميل. طبعا كل المكونات مستوية بس علشان كله يمتزج مع بعض. تمام، هندخله الفرن، يلا بينا. تمام، على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني حطيناه في الفرن. بس في حاجة مهمة عايزة اقولها لكم، دايما بنشتكي ان الجبنة ممكن ما تسيحش معانا على البيتزا، على حاجات كتير. ده بيرجع انك ساعات بتجيبيها بتطلعيها من الفريزر وهي متلجة، بتبتدي تفكيها وتحطيها على وش الحاجة وتدخليها الفرن، بالتالي على بال ما هي تفكر ان هي تسيح فايه بتبقى اتحمرت وهي لسه متكتلة او ماسكة في بعضها. علشان كده يفضل دايما ان الجبن بتاعتنا اللي هنحطها على وش الصواني او البيتزات لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ. معلومة مهمة حبينا نقولها علشان ما ننساهاش كلنا. ادي النجرسكو طلعت معانا تحفة، ريحتها مفحفحة بقى وسخنة، عايزة تتاكل حالا وهي سخنة كده.